بالنيابة عن قوات حرس الحدود ومعالي مستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. أرحب بكم أجمل الترحيب مقدرين لكم هذه الزيارة الكريمة، معتزين بنبل الرسالة الإعلامية لهذا الظرف الدقيق الذي يمر به الإقليم. الضيوف الكرام، تعلمون أنه تم سابقا تنظيم رحلتين لوسائل الإعلام الدولية، وكانت هذه الزيارة مخصصة لوسائل الإعلام المحلية وتمشيا وتلبية الإرادة من وسائل الإعلام، وإن شاء الله سيتم الترتيب لزيارة الإعلام. السيدات والسادة المحترمين، أود أن أطمنكم وأن أنقل من خلالكم رسالة لشعبنا المخلص الوفي بأن حدودنا آمنة ومحمية وقوية، مسدودة بعزم عميد آل البيت جلالة قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه، وبدعم معالي مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة ومعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي سخر إمكانيات وقدرات القوات المسلحة لخدمة وحماية حدود وطننا الغالي، حيث تعيش قوات حرس الحدود وعلى مدار الساعة حالة ترقب حذر لما يحدث على حدودنا الشمالية والشرقية، ضمن خطط موضوعة مبنية على القدرة والتنفيذ، قابلة للتحول من حالة إلى حالة وحسب المستجدات والمتغيرات، قادرة على سرعة الحسم والتأثير في الزمان والمكان المطلوبين، معتمدين على ما تحمله على ما نحمله من ثوابتنا الوطنية المبنية على العقيدة، قادرين على سرعة الحسم والتأثير المبنية على العقيدة القتالية والأسلحة الفتاكة والدقيقة والنشام المؤهلين لكافة الظروف، شعارهم الله الوطن الملك. الضيوف الكرام، القوات المسلحة كبرى مؤسسات الوطن بذلت الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن.